ما إن يدخل المواطن أسواق السمك في المكلا حتى يبحث عن سمك السردين المعروفة بالعيد. أين العيد؟ سؤال تردد على لسان الكثير من المواطنين هذا العام، وهم يفتقدون لنوع من أهم أنواع الأسماك التي تتميز بطعمها الجميل وفوائدها الكثيرة ورخص أسعارها، تماشيا مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي جعلت المواطن يبحث عنها في أحلك الظروف. الموسم العيد لا نقد عبر، وياك نحن العيد يعني مش موسمه ذاك، يعني السمين والسم حق هذاك اللي عرفه نحن العيد. الآن حاليا موسم العيد الصراحة يعني منقرض من داخل بحر المكلا، منقرض يعني حياتيات منه اللي بسيطة كذا يعني، ومش ذاك العيد اللي يعرفونه على المكلا. سلام الله على العيد، سلام الله على العيد. أما هذه السنة يعني العيد ماشي ضعيفة مرة، ولا شيء يصمم فيها. السبب إيش الله أعلم، هو أصحاب الجرف السنابيل الكبار المراكب الكبيرة قالوا نشلونها وطحنونها. سمك العيد أحد الأسماك الموسمية المشهورة في ساحل حضرموت، ويصادف موسمها في شهر أكتوبر من كل عام، إلا أن هذا العام اختفت من الأسواق في مشهد قريب. حتى وإن وجدت فهي ليس كالمعتاد حسب كلام المواطنين. وبحثا عن تفاصيل أسباب الاختفاء، طرقنا أبواب المختصين في تصريح خاص لقناة حضرموت. طبعا من الملاحظ خلال هذا الموسم أنه هناك انخفاض يعني نسبي وملحوظ في أسماك السردين، وإن وجدت فهي موجودة ولكن بقيمة غذائية أقل. استخدام هذه الأنواع أو هذا النوع من الأسماك في العمليات التجارية أو في العمليات الاستثمارية قد يكون له تأثير، ولكن ربما يكون التأثير الأكبر هو للتغيرات المناخية التي تحدث كل بعد حين وآخر. هناك أسباب طبيعية وهي مناخية، وهي تغيرات وتقلبات المناخية التي حصلت في بحر العرب ومحيط الهندي وخليج عدن من فيضانات، وأثرت على درجات الحرارة في البحار، وبالتالي قد تكون الأسماك غيرت وجهتها إلى أماكن أخرى. في أسباب برضو بشرية، وعملية الصيد الجائر وعملية الصيد الجائر الغير مبرر لهذه الأسماك بسبب جشع كثير من الصيادين، وبعد استخدام وسائل ضارة مثل وسائل الحاوي التي مغلقة العيون حقها نهائيا، فهي تأخذ الأحجام الصغيرة والحاملة للبيض. أسباب أخرى أيضا، سبب آخر هو وجود كثير من مصانع الطحن والهرس في هذه المنطقة. كثرة الطلب على سمك السردين واختفاؤها هذا العام أصبح حديث الشارع الحضرمي، ناهيك عن غلاء بقية أنواع الأسماك الأخرى، وهو ما ترك غضبا شعبيا إزاء ذلك الارتفاع. فحضرموت تطل على الشريط الساحلي المعروف بكثرة الأسماك واختلاف أنواعها.